أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب حرص الأمانة العامة على الاستفادة من البرامج والخطط التطويرية والتعاون مع أفضل المؤسسات وبيوت الخبرة لتطوير الآليات والإمكانيات ودعم المسيرة الديمقراطية في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال توقيع المستشار بونجمة والسيدة إيميلي ديث رئيسة البرامج في مؤسسة الشراكة الدولية للحوكمة اتفاقية تعاون وتفاهم لتقديم برامج لتطوير العمل البرلماني وتنمية مهارات وكفاءات منتسبي الأمانة العامة. وأكد الأمين العام أن الاتفاقية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بين مملكة البحرين والديمقراطيات العالمية المتقدمة. حسب توجيهات معالي الرئيس السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب اللي تطمح دائما إلى تطوير العمل ودعم المسيرة التنموية الشاملة لإرساها صاحب الجلالة الله يحفظه، فإحنا رأينا أن نوقع مع بيوت الخبرة تهدف هذه الاتفاقية إلى تدريب وتنمية المهارات عند أصحاب السعادة النواب وعند منتسبين الأمانة العامة من موظفين. طبعا كل هذه يصب في تطوير العمل البرلماني في مملكة البحرين، خاصة أن تجربة البحرين الآن 17 سنة، لكن احنا نطمح أن هذه 17 سنة تكون بناء على ما انتهت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال.